هناك ضربه اخرى امريكيه بريطانيه على منطقه الجبانه في الحديده وللمره السادسه تستمر الضربات على مواقع الحوثي في التي يسيطر عليها الحوثي في اليمن، لكن للمره الثالثه فقط يشن التحالف الثنائي معا الامريكيين والبريطانيين يضربون موقعا في غارات مشتركه وللمرة اخرى محافظه الحديده تعتبر الرئيس للاستهدافات التي تلت هجوم اليوم الاول الكبير الذي استهدف خمسه مقاطعات تنتشر فيها مواقع اطلاق الصواريخ ومنصات اطلاق المسيرات وايضا القواعد البحريه بالحديث عن محافظه الحديده مره اخري المصادر اكدت بان منطقه الجبانه وهي احدى احياء مدينه الحديده تعرضت لقصف او اطلاق صاروخين باتجاه الهدف، سمع دوي انفجارات في المنطقه ولم يتحدد الى حد الان نوعيه الهدف، عكس اليوم السابق اين اكد اكدت وزاره الدفاع الامريكيه ضرب منصه لاطلاق الصواريخ وهي عاده هذه هي نوعيه الاهداف التي يستهدفها التحالف بعد اليوم الاول هي منصات إطلاق صواريخ أو أيضا مثل منطقة الكثيب وهي قاعدة بحرية تستغلها قوات الحوثي لاستهداف أو لتهديد الملاحة البحرية.